السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. وصل ظهر اليوم جثمان أسكو في الجزائر السابق أونري تيسيي إلى مطار هواري بومدينة الدولي، وكان في استقبال الجثمان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي، ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر بول ديفارج. هذا وسيدفن غدا الجثمان بالكنيسة الصغيرة القديسة مونيك التابعة لكاتدرائية السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة. هذا وتوفي الفقيد في الفتح ديسمبر الجاري عن عمر النهزة الواحد والتسعين عاما. بما أنه أعطانا هذا الأخ الذي هو نفسه أعطى حياته لكل لكنيسته ولضمن كنيسته إلى شعبه، شعب الجزائر الذي أصبح شعبه. نشكر سلطات الجزائر التي سمحت أن ترجع جثمان أخينا هنا في هذا التراب، في هذا بلده، رمز من رموز الديانة المسيحية، ولكنه أيضا رمز من رموز الوطنية الجزائرية التي قدمت السماحة وقدمت العيش المشترك وقدمت المحبة مع الجيران. فقد أحب الجزائر وأحبه الجزائريون لأنه واحد منهم، وقدم هذه الرسالة التسامح ورسالة احترام الأديان واحترام المقدسات، لأنه شرب من وطن الجزائر هذا التسامح الذي عاش به الأمير عبد القادر مؤسس موقع سبوتنيك الإخبارية روسيا لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تعكس المخططات الفاشلة التي تحاك ضد الجزائر من طرف لوبيات وأطراف خارجية تحاول دوما ضرب استقرار الجزائر وزعزعته، مستهدفة بالدرجة الأولى الجيش الوطني الشعبي حامي الدولة وسيادتها وضامن أمنها واستقرارها، وأن الجزائر لا تقبل الدروس الجوفاء أو الوصاية الأبوية الموروثة عن الاستعمار. وأوضح أن الرأي العام الجزائري في عمومه استحسن هذا الموقف الواضح والصارم تجاه القوى السياسية الداخلية والخارجية التي تعمل ضد التوجه الجديد للسياسة الجزائرية المنتهجة حاليا. لكن الجزائر يضيف بالحمر بقيت وستبقى متمسكة بسيادتها وبمواقفها تجاه القضايا العادلة في العالم كالقضية الصحراوية والفلسطينية. أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان على لقاء خصص للإعلان عن نتائج الدورة 44 للجنة الجامعية الوطنية لترقية الأساتذة المحاضرين إلى مصف أساتذة التعليم العالي، حيث أسفرت نتائج الدورة عن ترقية 78% من المترشحين. بن بوزيد يؤكد أن اللجنة العلمية وحدها المخولة بإطلاع الرأي العام عن تطورات الوضع الصحي. اللجنة العلمية التي القانوني لا تصدر إلا عن ممثلها أو ممثليها القانونيين، وما يلاحظ في بعض التصريحات الفردية لا تعبر إلا عن وجهة نظرها، والتي لا يمكن تصنيفها إلا باجتهادات خاصة أو معزولة، ولا تتحمل مسؤوليتها اللجنة العلمية. حسب نشرية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار غزيرة تتجاوز 50 ملم محليا مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد بالولايات التالية: الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، المدية، تيبازا، شلف، عين الدفلات، سمسلت، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم وإلى غاية 11 ليلا من نفس اليوم. أما الولايات التي ستخصها الأمطار
المطار بدءا من الثالثة زوالا من نهار اليوم إلى غاية فجر غد إلى الساعة 6 صباحا هي بجاية جيجل سكيكدا تيارت غريزان معسكر سعيدة وهران عين تموشنت مستغانم زيدي بالعباس وتيلمسان. في الملف الصحراوي فندت حكومة جنوب أفريقيا بشكل قاطع الأخبار المغلوطة والتي نشرها الموقع الإلكتروني لقناة فرانس 24 الفرنسية ونسبت للرئيس سيريل رامافوزا تصريحات كاذبة فيما يخص موقف بريتوريا من قضية الصحراء الغربية مؤكدة أن موقف دولة جنوب أفريقيا ثابت لا يتزعزع وأكدت في ذات السياق أن ما نقله الموقع يشوه القرار المتخذ خلال أشغال القمة الإفريقية المنعقدة مؤخرا تحت شعار إسكات صوت البنادق مبرزة مرة أخرى أن إفريقيا لن تكون حرة ما دامت إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تخضع للقهر والاستعمار، كما عبرت عن قلقها البالغ من تصاعد التوتر العسكري الحاصل بالجرجرات منذ 13 نوفمبر الماضي. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، استودعكم الله.